يحدث تغيرات فيسيولوجية وظيفية تشريحية في المهبل بعد الولادة. سام مهبل ده مشكلة؟ مشكلة كبيرة جدا جدا. بيحصل للسيدات مين؟ السيدات اللي هم ولدوا ولادة طبيعية متكررة كتير. سلاسل البول من أخطر المشكلات. عالم الليزر أحدث فيه طفرة جيدة جدا. كان في عندنا نسبة السيركمسيجن عالية جدا اللي هي الختان، فطبعا عندنا دي بتؤدي إلى فقدان الرغبة والبرود عند السيدات. الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم، استشاري جراحة المناظير، استشاري التجميل النسائي. أهلا بكم. هي كلمة تأخر الإنجاب كلمة مخيفة جدا، وكلمة تأخر الإنجاب المرتبطة ب ضعف مخزون المبيض او ضعف المبيض برضو كلمه تقلق جدا اي ست، لانه هنا احنا قدام حاجات بيقف قدامها الطب ساعات مش عارف يجد حلول. ضعف مخزون المبيض ممكن جدا يكون يعني نقطه وخلاص انتهت القصه. فهنا بدات الابحاث الجديده تدور حول اساليب قد تعطي امال. صحيح هذه الاساليب بتعطي نتائج، لكن لسه العلم عليها في نطاق كبير جدا من لسه اللي نقدر نقول عدم اكتمال الصورة الكاملة. لكن النهاردة احنا هنشوف في الجوانب دي الصورة وصل لغاية ايه، الطريق وصل لغاية ايه، الطريق بتاع البي ار بي ودوره في التعامل مع مشكلات خاصة بتأخر الإنجاب. البي ار بي بس انا عايز اشرحه مرة، وضيفي اكيد هشرحه بالتفصيل، اللي هو الصفائح الدموية الغنية بالجروث هرمون، او البلازما الغنية بالصفائح الدموية اللي موجود فيها جي اتش او جروث هرمون. خلي بالكم البلازما فيها كل حاجة، عايم فيها كل كرات الدم. لو احنا خدنا جزء البلازما اللي فيه الصفائح الدموية، احنا خدنا الجزء اللي فيه عامل النمو الافضل، عامل النمو الاقوى. فنفهم النهاردة بالتفصيل هذه البي ار بي اللي موجوده في فروع طب كتيره جدا، في الشعر، في الجلديه، في العلاج الطبيعي، في الاستشفاء من الاصابات، في مشاكل الاوتار، في مشاكل الخاصه بالجلد، في البشره والتعامل مع التجاعيد ونضاره البشره، مو الشعر، حاجات كتيره تانية. لكن النهارده احنا هنتكلم في تاخر الانجاب. النهارده اكيد مع ضيفي العزيز الذي نسعد بوجوده معنا النهارده، واكيد النهارده هنسمع extraordinary information، معلومات مهمة قيمة up to date مهمة جدا بالتفصيل مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم، الأستاذ بكلية الطب وصاحب دكتوراه أمراض النساء والتوليد والعقم، واستشاري الحقن المجاري وعلاج تأخر الإنجاب، استشاري جراحات المناظير، واستشاري التجميل النسائي. أهلا بيك دكتور محمد بيه. أهلا بحضرتك، نورني وسعيد جدا بهذه الزيارة الجميلة كالعادة. ده نور حضرتك، وأنا سعيد جدا مع حضرتك، لأن حضرتك عندك إمكانية توصيل المعلومة الطبية بدقة وببساطة في نفس الوقت للمشاهدين. ده اللي متشكر، فدي حاجة جميلة جدا، يعني كل اللي بيتفرجوا يبقوا فاهمين ايه بالظبط من اول الاستاذ لغاية الانسان البسيط. دي شهادة يعني بصراحة، يعني تسلم دكتور. شكرك يا فندم. هبدأ الاول بالبي ار بي ودوره، البي ار بي في علاج تأخر الانجاب. الاول ما هو البي ار بي بشكل مبسط ثم ندخل على تأخر. تمام. احنا عندنا البلاد عندنا او الدم بيبقى ماشي عبارة عن السائل الاصفر اللي هو البلازما، وعاين فيه ثلاث انواع من الخلايا. عندنا في كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء، وعندنا البليتلت اللي هي الصفائح الدمويه. البليتلت دي اصغر حاجه فيهم، ودي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي مهمه قوي بالنسبه لنا. البليتلت ديك احنا بنعمل طريقه معينه، ان احنا بناخد الدم بنفصله، بنسحب منه الصفائح الدمويه، بنركزها في جزء صغير جدا من البلازما عشان نستفيد بيها. اشمعنى ده الطريقه اللي هي موجوده اللي احنا بنسحب بيها الدم الاول، وبعد كده بنحطه في التيوبز خاصه بيها، بعد كده بنحطه في السنتريفيوج عشان نفصلها. ليه بناخد الصفائح الدمويه؟ زي ما حضرتك قلت، الصفائح الدمويه عندنا فيها عوامل نمو اللي هي الجروث فاكتورز، دي اللي موجوده في الالفا جرانيولز في داخل البليتلت، دي اللي هي مهمه جدا انها بتساعد معانا في العلاج حاجات كتيره جدا، لان لو ان هي ليها خاصيه ان هي تساعد على زي الستيم سيلز، تساعد ان نحطها في اي مكان بتساعد على ان الخلايا تبدا تتكون من نفس المكان ده بالظبط.
بالنسبه بقى الصفائح الدمويه دي بتبدا تتكون ازاي، لان الكلام ده هيهمنا قوي في ازاي بنجهز العيان. طبعا بتبقى في حاجه اسمها ميجا كاريوسايت، اللي هي بتبقى الخليه الام بتاعه الصفائح الدمويه، موجوده في البون مارو اللي هو نخاع العظام. الميجا كاريوسايت دي بيبقى خليه فيها نواه متضخمه جدا، بيفضل يحصل حاجه اسمها اندوميتوزيس، يعني النواه بتاعه الميجا كاريوسايت تبدا تنقسم داخليا، وفي نفس الوقت الخليه نفسها ما بتتقسمش، ويبدا يزيد الجرانيولز الحبيبات اللي هي موجوده في الخليه الكبيره. بعد كده بيحصل فراجمنتيشن، يعني الميجا كاريوسايت دي بتتقسم، كل واحده ميجا كاريوسايت بتطلع لها حوالي 1000 بليتلت، 1000 صفائح دمويه. الصفائح الدمويه اللي بتطلع ديك ما بيبقاش فيها نواه، ودي حاجه مهمه برضو، هنعرف السبب بتاعها ليه ما فيهاش نواه، يعني بنستفيد منها في ايه. يبقى احنا عندنا دلوقتي الميجا كاريوسايت عملت البليتلت. الصفائح الدمويه ديك بتعيش في عندنا في الدم مده من 7 ل 10 ايام، مش اكتر من كده. دي برضو حاجه مهمه بالنسبه لنا وهنستفيد بها برضو في الكلام بتاعنا دلوقتي. عندنا الصفائح الدمويه ديك العدد الطبيعي بتاعها بيبقى 150000 450000، ده العدد الطبيعي بتاعها لكل ملي في الدم. لو قلت الصفائح الدمويه ما فيش قلق لغايه 50000، يعني ممكن من 50000 ل 150000، ده عدد بنعتبره ما بيحصلش منه اي مضاعفات بالرغم انه قليل جدا، ودي حاجه هتهمنا دلوقتي تاني. اقل من 50000 لو حصل جرح، حصل حاجه، بيبقى فيه نزيف شديد. اقل من 10000 لكل ملي، ده بيحصل سبونتينيوس هيموراج، يحصل بقى هيماتوريا، يحصل بيستاكسس، يحصل ايه، الدم ممكن ينزل لوحده من غير جرح ومن غير حاجه. الكلام ده مهم ليه؟ احنا عندنا دلوقتي لما بنيجي نحضر البي ار بي، لازم العيان في شروط معينه توفر فيه عشان نقدر نحضرها مظبوطه، والا يبقى احنا ما بنعملش حاجه. الكلام ده كتحضير بي ار بي من العيان لجميع التخصصات عشان نعرف نحضر بلازما غنيه بالصفائح الدمويه. اول حاجه احنا بنقول العيان يمتنع عن العلاج اللي فيه كورتيزون خالص لمده 3 اسابيع. ليه؟ احنا الصفائح الدمويه الدوره الحيه بتاعتها 7 ل 10 ايام، احنا بنقول اسبوعين ليه او 3 اسابيع، عشان ده الكورتيزون بيأثر على الميجا كاريوسايت اللي هي الخليه الام اللي موجوده في نخاع العظام. يبقى احنا كده عاوزين نجيب بدايه من الخليه الام، نجيب العيان جاهز ومتحضر وبيطلع صفائح دمويه مظبوطه، مفيش حاجه مأثره عليها. تاني حاجه بنقول العيان يمتنع عن اي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي المسكنات عموما يعني، وخصوصا الاسبرين. الحاجات دي بتأثر على الصفائح الدمويه، بتأثر على سايكل اوكسجينيز انزيم 1، ده بتعمله ايرفيرسيبل دامج، فبتعمل ايه يعني، بتأثر تأثير ما يرجعش تاني على الصفائح الدمويه، تخلي الكفاءه بتاعتها مش حلوه. يبقى احنا ما نكون واخدين مسكنات، خدنا صفائح دمويه مش كويسه، يبقى احنا عملنا بي ار بي مش كويسه. فعشان كده لازم على الاقل بنصبر على ما السايكل بتاع البليتلت الموجوده دي تروح، يعني على الاقل من 7 ل 10 ايام. برضو ادويه السيوله لازم بتوقف، يعني احنا عاوزين العيان يبقى جاهز ان هو ما عندوش اي مشاكل، ان احنا الصفائح الدمويه خدناها بفاعليه عاليه جدا، بعوامل النمو بتاعها كويسه جدا، عشان نقدر نحقق نتائج. وده اللي بيخلف وبيعمل ايه، برضو في بعض الاماكن نلاقي فيه نتائج كويسه جدا، وفي بعض الاماكن بيستعجلوا وبياخدوا العيان من غير انستراكشنز مظبوطه، فبالتالي ما نحضرش صفائح دمويه كويسه. طبعا ده المفروض في جميع البي ار بي يبقى نفس الانستراكشنز للعيان عشان الدنيا تبقى ماشيه مظبوط. انما لو احنا بالنسبه لنا كنسه كمان لما نستعملها في الاوفري، يعني احنا لازم نمشي على الشروط بدقه جدا، لان الاوفري مش افيلبل ان احنا عكس الجلديه هيحقن كل يوم المبيض مش متاح ان احنا كل يوم هنحقنه، ده بتاع الجلديه، بتاع الشعر، بتاع الاسنان متاحه سهله بالنسبه له. فاحنا بالنسبه لنا كنسه لازم فعلا نعرف نحضر صفائح دمويه كويسه جدا عشان نقدر نقول ان احنا عملنا بي ار بي والعيان يقدر يستفيد بيها، فدي حاجه مهمه جدا. برضو بالنسبه لتحضير البي ار بي في اشتراطات معينه، يعني احنا درجه الحراره بتاع الروم اللي احنا بنحضر فيها بتبقى من 21 ل 24، عشان لو غير كده هيحصل اكتيفيشن للبليتلت، هيحصل تنشيط ليها قبل ما نبدا نستخدمها، هيبقى احنا بوظنا الجروث فاكتورز بتاعتها، فدي حاجه مهمه. السرنجة اللي احنا بناخد بيها العينة لازم ناخدها سموث وجنتل، ولازم السن بتاعها يبقى وايد عشان ما يعملش سكويز، ما يعملش مشاكل في البليتلت. احنا عاوزين نحافظ على البليتلت بأقصى درجة، حافظ على الصفائح. تمام. لازم الصفائح عشان نحضرها كويس لازم يكون جايبينها بطريقة اللي هي المظبوطة المثلى بتاعتها عشان ما يحصلش فيها اي مشاكل. بعد كده احنا حضرنا البليتلت، بنيجي نحطها في التيوبز بتاعتها. احنا في عندنا انابيب كتيرة جدا لتحضير البي ار بي، ومختلفة
مختلفة كتير وفي طرق كتيرة جدا لتحضيرها. فاحنا عشان نوصل صح، هو احنا عندنا في تيوبز اللي هي بتبقى جاهزة، في عندنا أنواع كتيرة جدا، بس اللي ينفع معانا في الأوفري هو جاست تو تيوبز، نوعين بس اللي هم يجيبوا في المبيض، في المبيض يجيبوا نتائج. نتكلم على حالة المبيض لما يكون عنده ضعف في الإنتاج، تمام. إما يكون المبيض ما بيطلعش بيضات، أو في فشل في المبيض، أو مخزون المبيض ضعيف جدا، أو السيدات اللي هم بياخدوا منشطات كتير جدا المبيض ما بيطلعش بيضات خالص. فعشان كده احنا بنقول التيوبز اللي احنا بنقدر نستعملها لازم نطلع بيور بليتلت ريتش بلازما، لأن احنا البليتلت ريتش بلازما في عندنا أنواع كتيرة، في عندنا أربع أنواع، في عندنا البيور بليتلت ريتش بلازما اللي هي النقية، في عندنا الليكوسايت بليتلت ريتش بلازما بيبقى البليتلت ريتش بلازما وعليها كرات دم بيضاء، وفي عندنا بيور بليتلت ريتش فايبرين وليكوسايت بليتلت ريتش فايبرين. فعندنا انواع كتير، بس احنا عندنا كاوفري كمبيض بنعالجه لازم يبقى لين في تيوبز معينه هي اللي تنفع، وبعدين بناخد البلاد بنحطه في التيوبز زيك ونحطها في السنترفيوج، بنبدا نعمل السنترفيوجيشن بتاعها. طبعا في عندنا كذا طريقه في السنترفيوجيشن، بس احنا ايه يعني برضو في طريقه في طرق انسب بالنسبه للاوفري بتبقى مختلفه شويه عشان تجيب نتيجه كويسه. دي الحاجات اللي احنا ايه بنقول ان احنا نحاول بقدر الامكان نستعملها عشان نجيب نتائج حلوه. وبرده في بعض الاحيان ممكن ناخد البلاط من العيان ونبدا نحضر ونحطه في التيوبز ونشتغل، نلاقي اللي طلع عندنا مش كويس ما نعملش، ناخد الدم تاني ونعمل تاني، يعني على اساس نوصل لنتيجه كويسه. ممكن لو في ميكروسكوب بنبص على النتيجه ونبص على البليتلت اللي احنا طلعناها ونشوف عددها قد ايه. برضه من الحاجات المهمه جدا ان احنا نجيب نحضر البليتلت صح عشان نقدر نجيب نتيجه كويسه، فدي حاجه مهمه جدا عشان نقدر نوصل لنتيجه حلوه مع العيان. خلي بالكم ان ده احنا بنقول دور مكمل، يعني برضه ما زال تحت نطاق التجارب السريرية. هو كل اللي احنا بنقوله فعلا ده مجرد ابحاث وتجارب علمية، ولازم العيان بيبقى داخل عارف ان دي ابحاث تجارب علمية، ده ليس علاج طبي معتمد في اي مكان على مستوى العالم. لكن هو محاولات كلها في العالم كله. تمام، على مستوى العالم محاولات النتائج بتاعتها مبشرة جدا، بعكس الستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعية اللي طلعت حوالي 8 سنين او 9 سنين ما جابتش نتائج فوقفوها. انما بالنسبه للبي ار بي اللي هي في الاوفري هي برغم ان هي ابحاث تجارب بس هي بروميزنج، يعني مبشره واعده نقدر نقول ان في المستقبل ممكن تدي نتائج. تمام، وده اللي بيشجعنا دايما في الشغل بتاعنا، يعني احنا كل اللي بنعمله دلوقتي بدانا التجارب بتاعتنا لقينا فيه نتائج كويسه جدا، وبعدين حصل حالات حمل سبونتينيوس، يعني من غير المفروض بنعمل البي ار بي المبيض وبعدها بنعمل حقن مجهري من شهرين لثلاثه، لكن اللي شجعنا ان احنا لقينا فيه حالات كمان سبونتينيوس بدون اي حقن المجهري ولا حاجه حصل حمل، في حاجات مبشره ومشجعه جدا جدا ان احنا نكمل. واعتقد ان شاء الله خلال سنوات يعني قليله ان شاء الله هيبقى علاج معتمد زي ما حصل الحقن المجهري من زمان من حوالي 60 70 سنه بداوا فيه في الاول، كان الناس مشككه ده ممكن ينفع ممكن ما ينفعش النتائج بتاعته ايه، وبدا فعلا كابحاث تجارب في الاول لغايه لما بقى ايه علاج معتمد وليه اصوله وماشي ازاي. فدي من الحاجات اللي هي كويسه جدا اللي هي وعده ان شاء الله بالنسبه للعلاج. احنا بنكرر مره اخرى ان هذه العلاجات زي ما احنا شايفين اهو هي علاجات فيها الكثير من التجارب السريرية، لم يتم اعتمادها بشكل كامل، لكن هي تحت البحث والدراسة، فاحنا وتحت البحث والدراسة بتجارب سريرية. ازاي بيتم حقن المبيض؟ حقن المبيض بيتم الحقن بتاعه عن طريق حاجه من اثنين، الاول ممكن عن طريق السونار المهبلي وده بيبقى اسهل للعيان، ان احنا زي ما بنسحب بويضات في الحقن المجهري للعيانه زي ما بنسحب بويضات احنا بنفس السرنجه بنخش بنحقن المبايض اليمين والشمال، وبنشوفها طبعا بالالترا ساوند. احنا بنحقن كل مبيض بتحقن بحوالي 5 مللي بي ار بي، فدي مهمه ان احنا نحقن المبيضين. لكن في بعض العيانين بيبقى المبيض صغير جدا وغير متاح ان احنا نعرف نجيبه عن طريق المهبل، ده بيبقى نضطر ان احنا نعمله عن طريق اللابروسكوب، فبنعمله عن طريق اللابروسكوب بيبقى سهل جدا شايفينه منظر البطن وماسكينه بنحقنه بايدنا واحنا شايفينه بتبقى سهله جدا بالنسبه لنا. احنا العيانين بنعمل لهم الاول حاجه الحقن اللي هو الاول مره، بعد كده بنتابع بعد شهرين واربع شهور ست شهور بنشوف الايه الهرمونات بتاعتنا، بنشوف مخزون المبيض اتصلح ولا لا. في عيانين كتير جدا بيبدا مخزون المبيض اللي هو الاي ام اتش بيبدا يعلى، وفي عيانين كتير بيوصل له الطبيعي سهل جدا، وفي عيانين بيحصل معاهم بعد كده الاف اس اتش والال اتش يبدا ينزل يقل يرجع للطبيعي تاني، والعيانين اللي هم بيوصلوا للمرحله اللي احنا حسينا الاف اس اتش اتصلح والانتي مولوريان هرمون اتصلح دول بنبدا نعمل معاهم الحقن المجهري، وبيجيب نتائج معقوله جدا جدا في حالات كتيره قوي الحمد لله. وفي الحالات اللي قلنا بيحصل سبونتينيوس بدون اي حاجه دي برضه ما
موجوده برضه. بس طبعا هو الاصل ان احنا بنعمل حقن مجهري بعد حقن البلازما للمبايض، ودي كلها زي ما حضرتك قلت يا دكتور ايمن ابحاث واعده جدا جدا ان شاء الله. ازاي بنعمل اسسمنت لحاله المبيض بقى؟ تمام، احنا المبيض بعد كده بنعمل اسسمنت بحاجتين، بنعمل سونار بنشوف الفوليكولار كاونت بتاعنا قد ايه، اخباره ايه. تاني حاجه بنعمل برضه الهرمون زي ما كنا بنقول من شويه، بنشوف الهرمونز اخبارها ايه. وفي بعض العينين برضه بيبقى في حاجات كلينيكال، يعني في عينين بيبقى ايه البريود قطع خالص، في عينين بترجع البريود تاني، يعني الدوره ترجع تنزل تاني بعد ما قطعت. في بعض العينين بيجي لهم يعني كل شهر البين بتاع البريود حاسين بيه، برغم ان مفيش بريود بتنزل ولا حاجه، بنلاقي سايكليك بين بيبدا يجي. فبيبدا نحس ان احنا في ايه حاجات كلينيكال وفي انفستيجيشنز وممكن بالسونار. الحقن المجهري، نقرب شويه من الحقن المجهري بقى. الحقن المجهري يعني كيف يتم؟ كيف، ما هي النقاط اللي انت شايفها دلوقتي لازم الناس تفهمها عن الحقن المجهري تعديليه عن معلومات ثابته قبل كده؟ لا، هو احنا دلوقتي ممكن نقول عن دور البلازما في الحقن المجهري اللي هي البي ار بي في الحقن المجهري. احنا عندنا في سيدات كتير جدا بييجوا يعملوا الحقن المجهري، عملنا طلع بويضات كويسه، عملنا لها حقن بالحيوانات المنويه، عملنا اجنه كويسه جدا. نيجي ننقل الاجنه ديت داخل تجويف الرحم، نيجي نشوف السونار نلاقي البطانه بتاع الرحم المقاس بتاعها صغير جدا ما ينفعش يتنقل فيها اجنه. نبدا ندي الاستروجين وندي حقن وندي هرمون الاستروجين بكميات كبيره، ونتابع وندي بعض الادويه المساعده، نلاقي برضه لسه جدار المهبل السمك بتاعه قليل جدا. نعمل فروزن جدار الرحم، جدار الرحم نعمل فروزن للاجنه، نجمد الاجنه ونسيبهم، ونسيبها سايكل ثانيه نبدا برضه معاها نفس العلاج ونشوف مفيش استجابه، سايكل ثالثه مفيش استجابه. في الوضع دوت ايه، احنا قدامنا خيارين، لا اما نسيبها كده ونجمد الاجنه، لا اما نحط الاجنه وخلاص. بس لو حطيناها في الوضع دوت نسبه نجاحها هتبقى ضئيله جدا جدا، لان البطانه بتاع الرحم ما عندهاش السمك بتاعنا الطبيعي اللي تستقبل يعني فيه الاجنه. هتسالك تقول لك بطانه الرحم مش كبيره، ماشي، ما الاجنه بقى تلزق وخلاص. لا، هي المفروض في في سايز معين على الاقل من 8 مللي نبدا ايه نبقى احنا مطمنين شويه في النقل. فجينا في الوضع دوت قلنا لا، احنا ممكن نحط البي ار بي نحقنها في الايه في البطانه بتاع الرحم ونشوف. في ابحاث كتيره اتعملت على الكلام ده، لقوا ان فعلا اما يتحط البي ار بي البليتلت ريتش بلازما في البطانه بتاع الرحم في هذه السيدات بتجيب نتيجه حلوه جدا. كان معمول بحث من حوالي 3 سنين على 8 سيدات كان عندهم البطانه بتاع الرحم رقيقه وما ينفعش ان احنا ننقل فيها اجنه. الثمانيه اتحقنوا ببلازما، الثمانيه بعد كده تابعوهم لقوا ان احنا عندنا 7 منهم البطانه بتاع الرحم بقت كويسه جدا، نقلوا الاجنه، 6 منهم حملوا. فطبعا يعني الستة دول كان ممكن ما يحملوش خالص بالوضع القديم اللي هو بتاعها، لكن اتضح ان البي ار بي بتساعد جدا جدا، ودي من الحاجات اللي هي ايه مبشره برده جدا في وضع حاله الحقن المجهري لما يكون البطانه بتاع الرحم ضعيفه وما ينفعش ان احنا ننقل فيها الاجنه. ففي الوضع دوت نقلوا الاجنه والدنيا بقت كويسه. الحقن البلازما في البطانه بنبدا غالبا في السايكل اللي احنا هننقل فيها، بدايه من اليوم العاشر بنحقن البلازما، وبعد كده بعدها ب 48 ساعه، وبعدها ب 48 ساعه، وبنتابع لغايه لما يوصل السيكنس بتاع البطانه بتاع الرحم كويس، فيبقى نتيجه كويسه جدا. وبرده من الحاجات الحلوه قوي بالنسبه للبي ار بي للرحم، احنا عندنا حالات الاشهر مان سندروم اللي هي التصاقات داخل تجويف الرحم. دي بعد ما تعمل لها العلاج بتاعها وعملنا التسليك بنحط البي ار بي جوه. الاشهر مان ده بيبقى تليفات داخل جدار الرحم داخل كتر الالتهابات. بالظبط. فاتضح ان البي ار بي اللي هي البليتريتش بلازما ليها دور كويس جدا في العلاج بتاعه وبيجيب نتائج كويسه جدا. برضو في بعض الترايلز الابحاث اتعملت على التهاب الرحم المزمن اللي هو ما بيستجيبش المضاد الحيوي، ما بيستجيبش العلاج، لقوا ان احنا لما بنحط فيها برضو البي ار بي بتصلحها وبتعالجها وبتساعد على حدوث الحمل برضو. بالنسبه للحقن المجهري مع البي ار بي برضه في حاجه تانية مشهوره جدا، احنا عندنا في حاجه اسمها ريكورنت امبلانتيشن فيلير، يعني فشل متكرر في الحقن المجهري اللي هي الامبلانتيشن اللي هي في الزرع الاجنه. الاجنه كويسه جدا نزرعها ما ثبتتش. بالظبط، احنا اجنه حلوه جدا والبطانه شايفينها بالصوره حلوه جدا ونحط فيها الاجنه، تلاقي السيده عملت حقن مجهري مره واثنين وثلاثه وكل ما بتعمل كل حاجه كويسه وكل عوامل سليمه، ما فيش اي ميديكال ديس اوردر نقول ان هو السبب. نلاقي ان احنا برغم كده برضه بيحصل ان بينزل الاجنه ما تثبتش. السيد اللي بيحصل اكتر من 3 مرات دي بنسميها ريكورنت امبلانتيشن فيلير، يعني فشل متكرر في الايه؟ في الزرع. في الزرع. دي جابوا كان في بحث برضه اتعمل من حوالي 2 أو 3 سنين على 20 سيده كان عندهم المشكله ديت. اتحقنوا ال 20 سيده دول بالبلازما برضه في البطانه بتاعه تجويف الرحم. حصل ان احنا عندنا 18 حاله منهم حملوا. فطبعا دي نسبه عاليه جدا 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 ومبشره برضو بالخير ان شاء الله. يعني ايه بقى الكونكلوجن النهائي، التوصيه النهائيه، الرساله النهائيه، التلغراف النهائي هيكون لمين وفي ايه؟
طيب هو احنا دلوقتي بنقول السيدات طبعا احنا الموضوع بروميسنج، وفي نفس الوقت بنقول في سيدات كتير ما بيحصلش نتيجه معاهم لغايه دلوقتي. بس هل من حق السيده انها تحاول؟ اه طبعا ده حق جميع السيدات اللي هي عندها فشل في المبيض انها تاخد فرصتها، مش هنخسر حاجه. هي طبعا ترايل، انما مش فيش فيها اي كومبليكيشن، فيش فيها اي حاجه. من حق العيان ان هو يحاول، مش وزي ما في حصل استجابة أكيد هيحصل استجابة تاني وتالت، والعينين حتى اللي فشل فيهم الاستجابة هيتعاد تاني الحقن بتاعهم، وهيتعاد شهرين لمدة 3 شهور، بحيث نوصل ما نضيعش فرصة حد إن هو إيه ممكن يحصل ويوصل يبقى أم إن شاء الله. دايما الحلم بتاع الأمومة ده حلم كبير يعني. طبعا. حلم رائع. أنا سعيد جدا بالحوار العلمي معك النهاردة، وبالأمانة العلمية اللي طرحنا بها هذه القصة المهمة جدا، قصة البي ار بي البروميسنج الواعدة ذات النتائج الجيدة جدا حتى الآن. لكن يبقى أنه إحنا بنشارك كمان في تدعيم الدوكيومنتيشن الكاملة للبحث العلمي في المنطقة دي. إحنا نتمنى أن إحنا نفضل مع بعض لغاية لما نوصل بقى أن إحنا نقول أنه الموضوع استاندرايزد في كذا وكذا وكذا، وانه حقق نجاح بنسبه كذا وكذا وكذا، وانه عمل في بطنه الرحم نجاح بنسبه كذا، وانه في الابيض المتاخر او بدا يائس وصلنا معاه لكذا. الكلام ده كله انا معاك فيه لغايه لما ان شاء الله نحقق فيه اللي احنا عايزينه ان شاء الله. دكتور انت نورتنا النهارده. نور حضرتك. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه الطب، وصاحب دكتوراه امراض النساء والتوليد والعقم، واستشاري الحقن المجاري وعلاج تاخر الانجاب، استشاري جراحات المناظير، واستشاري التجميل النسائي. وطبعا التجميل النسائي من برضو البرانشات اللي احنا محتاجين نلقى عليها الضوء، لانه لا هو بصراحه التجميل النسائي دلوقتي الناس كلها عرفت. يعني كنت في مؤتمر لسه قريب بتاع الجمعيه الامريكيه للتجميل النسائي، عدد الحضور بتاع الاطباء كان كبير جدا جدا، لغايه نهايه المؤتمر الساعه 7:30 8 من الصبح كله قاعد وحاضر، والقاعه مليانه لغايه اخر كرسي. ده ما بيحصلش في المؤتمرات الثانيه كلها بصراحه. ده حاجه جميله جدا يعني، كنت مبسوط وسعيد قوي. بروميسنج واي طبعا ما شاء الله. يعني احنا هنسمع منك اكيد من حوارات تفصيليه مهمه جدا، لانه ده زي ما بيقولوا يعني مطلب مهم جدا في الثقافه المصريه، بدات تعي بشكل كبير والثقافة العربية. أعتقد أنه كمان صحيح الحياة والطبيعة الشرقية لنا ربما ما كانتش مطلعة على النوعية دي من البروسيدرز، لكن أعتقد مع الشرح العلمي التفصيلي هتفهموها بالتفصيل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. نورتنا يا فندم. خليكم دايما سوعي. طبعا انا سعيد اني موجود في المؤتمر المؤسسه الامريكيه للتجميل النسائي، اللي هو بيناقش احدث التقنيات اللي موجوده لعلاج امراض النساء والتجميل النسائي. النهارده انا عندي في بيبر جديده، بحث جديد مقدمه في المؤتمر. البحث ده بيتكلم عن بي ار بي اوفيريان ريجوفينيشن، اللي هي اعاده احياء المبيض عن طريق حقنه بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. ده طبعا من الابحاث الجديده اللي هي على مستوى العالم اللي بدات تجيب نتائج كويسه جدا. هي طبعا حتى هذه اللحظه بنتكلم عليها على انه ابحاث وتجارب، طبعا لسه ما بقاش علاج معتمد، لكن هو من الحاجات الواعده جدا جدا عشان النتائج الحلوه اللي احنا شفناها منه. وفي طبعا مواضيع كتيره جدا شيقه، وان شاء الله باذن الله المؤتمر ده من انجح المؤتمرات، ونتمنى طبعا التوفيق ده للمؤسسه الامريكيه برئاسه الدكتوره نجوان المهندس. النهارده المؤتمر بيتكلم عن الحالات او بيتكلم عن مشاكل السيدات التي تعاني منها بسبب المشاكل الجنسيه التي تعاني منها السيدات بسبب الحمل والولاده، بسبب هرمونال تشينج او تغير هرموني، بسبب عمليات حصلت معاها او حاجات زي كده. وطبعا مش هننسى ان احنا نتكلم عن الميتوليشن او الختان، وده واخد جزء كبير من المؤتمر، ان احنا بنتكلم في الختان بطريقه مختلفه شويه. يمكن طبعا احنا نشكر الدوله كلها، فخامه الرئيس ومعالي رئيس الوزراء والبرلمان، لان هم سنوا قانون قوي جدا بيجرم الختان 5 سنين سجن اللي يقوم بالعمليه دي.
الفكرة كلها في الموضوع ان ده هيحمي أجيالنا الجاية، وده احنا نشكرهم جدا جدا عليه. طبعا احنا بنبحث عن اي امل جديد للسيدات اللي فقدت الامل في الانجاب وعندها ضعف في التبويض او عندها فشل مفيش تبويض اصلا. دكتور محمد ما شاء الله شارك بأبحاث كتيرة جدا، بس البحث ده فريد من نوعه لانه احيا الامل لسيدات كتير جدا قد فقدت الامل في الانجاب. الدكتور ما شاء الله معاه كذا كيس ريبورت، الحالات كتير، حالات فعلا حصل لها حمل وحالات الحمد لله مستنيين البشارة ان هم يحملوا، حالات حملت بالعلاقة الطبيعية وحالات اضطرينا نعمل لها حقن مجهري. الحالات دي كانت راحت لدكاترة كتير جدا وكانوا فقدوا الامل فعلا وقالوا لهم مفيش تبويض ومفيش امل، حتى عملوا حقن مجهري كتير وفشلوا. بعد ما الدكتور بحقن لهم البلازما تحسن بعد شهور قليلة جدا. احنا النهارده مشاركين في مؤتمر الامريكان اسوشيشن فور ذا اسيتيك جاينيكولوجي، ده تاني مرة يتعمل السنة دي، ودكتور محمد فرج مشارك فيه في بحث عن الفاجينا عن الاوفيريا ريجوفينيشن، ان احنا نحقن الاوفري بالبي ار بي فبيعيد حيويه الاوفري تاني ويبتدي يشتغل. وكمان هنتكلم فيه في المؤتمر ده كمان، احنا دكتور محمد مقدم بحث بالحاله اللي هو عملها والحمد لله ربنا كرمها بعد ما كان الانتي موليريان هرمون ده اللي هو بيورينا الاوفريان ريزيرف اللي هو مخزون المبيض كان عندها 1 من 100، فبعد ما عمل لها حقن بالبلازما بعدها بشهرين بالضبط حمل الطبيعي، فدي طبعا حاجة كويسة جدا وإن شاء الله ياخد فرصته. يعني طب التجميل النسائي هذا موضوع جديد في العالم كله، موضوع جديد في العالم كله. وجدنا أنه مظلوم جدا الموضوع ده وكثير من الناس ما يدرش هو، وبدأنا مؤخرا ب جعل وحدة أو مجموعة تهتم بالموضوع ده. المؤتمر هذا يعتبر مؤتمر متميز، وليش نقول متميز؟ لأنه بيعنى بأشياء كثير من المؤتمرات ما يتكلموا عنها. المؤتمر يتكلم عن الحمل، عن الولادة، عن الكبر، عن السرطانات، الأورام، لكن هذا على التجميل النسائي فهو متميز. أنا بس أبغى أقول لك إن أنا حضرت المؤتمر ده قبل 3 سنوات وكنت متوقع إنه المعلومات اللي موجودة فيها هي المعلومات اللي موجودة اليوم. ما تتخيل المواضيع تغيرت بطريقة غريبة وتطورت بطريقة، حتى المتحدثين اللي موجودين تغيروا وبدأوا يدوا المحاضرات بطريقة سلسة وطريقة جميلة جدا. الحقيقة أنا بعبر عن سعادتي بأن أنا موجود في المؤتمر الثاني للمؤسسة الأمريكية. المؤسسة الأمريكية بتعمل دورات وبتعمل مؤتمرات، وأحد المجالات العظيمة اللي هي عاملة فيها شغل كويس قوي اللي هو التجميل النسائي. التجميل النسائي علم جديد بينتشر في جميع أنحاء العالم، له ضوابط وله أسباب وله طرق لابد بان احنا نتعرف عليها، ونتعرف عليها لان فيها كل يوم في جديد، وهو بيلبي حاجة كثير من السيدات اللي سواء بيتقدم بهم العمر او سواء بيعانوا من اي مشاكل في المنطقة الحميمة وبيقدم لهم الحلول. فانا بشكر المؤسسة الامريكية للتعليم الطبي المستمر على المبادرة بأن هي عملت المؤتمر العظيم. المؤتمر العظيم ده النهاردة فيه من جميع أنحاء العالم، فيه من العراق وفيه من السعودية وفيه من بيرو وفيه من البرازيل وكمان من الهند، يعني يعتبر مؤتمر دولي بمعنى الكلمة. في الآخر أنا سعيد جدا وسعيد بأن أنا قابلت الأستاذ الدكتور محمد فرج، الأستاذ المتميز اللي دايما بيسابق الأيام في كل جديد.